أيها الأخوة، باسمكم جميعا أعلن اليوم أولا دمج دوائر الشرطة والأمن العام بالشارقة لوزارة الداخلية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. أسبوع جايتكس للتقنية، الحدث الأبرز الذي تنتظره كافة القطاعات والشركات والمؤسسات المعنية بالتقنية الحديثة ومخرجات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي بالدولة. شكل بدوره نافذة للتفاعل بين الشرطة والمجتمع من خلال العديد من المنجزات التقنية والمشاريع والمبادرات التي عرضتها شرطة الشارقة جايتكس يعتبر من أهم المعارض التي تركز على التقنيات المتطورة، ونحن في حكومة الشارقة الحمد لله يعني هناك العديد من التقنيات التي نطرحها في هذا المعرض. يمكن مشاركين معنا حوالي 36 جهة، وهذه الجهات كلها عندها يعني برامج جديدة مطورة تعرض لأول مرة في هذه المنصة. فنتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، ونتمنى إن شاء الله أن نكون نحن كذلك في يعني بمشاركتنا كمكتب إعلامي أيضا أن نخدم ليس فقط يعني المجتمع ككل، ولكن حتى داخل المؤسسات الحكومية، بحيث أن نطور من عملنا إن شاء الله. طبعا حكومة الشارقة تشارك كل سنة في معرض جايتكس. هذه السنة شاركت حكومة الشارقة بحوالي 36 دائرة مؤسسة حكومية. المؤسسات هذه عندها برامج جديدة لإطلاقها خلال هذا المعرض. طبعا شرطة الشارقة أيضا مشاركين في برنامج جديد سوف يسهم في أيضا في خفض الجرائم، وأيضا يسهم في توعية الناس. طبعا السنة هذه نحن اختلفنا عن العام الماضي من حيث الشكل ومن حيث أيضا الخدمات اللي تقدمها الحكومة، فإن شاء الله يعني سوف تكون هناك انطلاقات جديدة من ابتداء من إن شاء الله من اليوم لغاية نهاية المعرض إن شاء الله. القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص سنويا في المشاركة في معرض جايتكس للتقنية لإبراز الدور أو الجانب التقني في تعزيز الأمن والأمان في كافة قطاعاتها. طبيعة الحال التقنيات تساعد على يعني تحقيق الكفاءة في الأداء الشرطي والأمني. كل ما كانت التقنيات تساعدنا في ممكن في سرعة الاستجابة، في الدقة، في اختصار زمن الإنجاز، في كافة المجالات ممكن استخدام التقنية. وحقيقة يعني التقنية خلال التجارب السابقة
القيادة بعدة مشاريع، منها الساعة الذكية وهي عبارة عن خدمة اختيارية يتم توفيرها لعدة فئات، منها المصابين بمرض الزهايمر والتوحد وفئات الأطفال وأيضا ذوي الإعاقة. هذه الخدمة تقدم من خلال مراكز شرطة الشارقة، وهذه الخدمة تتميز بعدة امتيازات. منها أول شيء تكون متصلة بغرفة العمليات بشكل مباشر، يقدر حامل الساعة أن يتواصل مع 5 أشخاص سواء كانوا من الأهل أو غرفة العمليات. أيضا في حالة الاستغاثة أو في حالة نزع الساعة يتم إرسال تنبيهات لغرفة العمليات، وفي حال خروج حامل الساعة من النطاق المحدد من قبل الأهل أيضا يتم إشعار تنبيهات للأهل وغرفة العمليات. وهذه الساعة راح أيضا تساهم في سرعة الاستجابة وفي رفع نسبة الشعور بالأمن والإيمان في إمارة الشارقة. طبعا تشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة في معرض جيتكس التقني لعرض أهم الابتكارات اللي تخدم مجال العمل الأمني التخصصي، طبعا تماشيا مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. عندنا أكثر من مشروع يخدم أو يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي يخدم العمل الأمني التخصصي. عندنا اليوم نظام التحليل الأمني الذكي، هو نظام يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة سابقا ومن ثم توقع الجريمة مستقبلا. طبعا يتم إدخال هذه المعلومات من قبل الإدارات التخصصية بناء على 3 محاور: الوقت والزمن ونوع الجريمة. ومن بعدها البرنامج من خلال المعادلات يتم تحليل هذه البيانات ومن ثم يتوقع أو يتنبأ بوقت حدوثها مستقبلا، ومن ثم توجيه دوريات اختصاص لمناطق الساخنة أو المناطق اللي يتوقع أن تكون فيها جريمة اليوم. عندنا عدة برامج مشاركين فيها، منها البرنامج التدريبي اللي هو الخبير The Expert. البرنامج هذا يستهدف عدة فئات، منها فئة الموظفين الجدد في المختبر الجنائي والموظفين والمتدربين أو زيارات المدارس، ونقدر ندخله بعد في البحث العلمي لطلبة الماجستير. البرنامج هذا عبارة عن مختبر إلكتروني، هذا المختبر يدرب الموظفين من ناحية جميع الأجهزة ويحاكي العمل بالمختبر الجنائي من حيث الأفرع 3: فرع فحص الآثار المادية، وفرع التحاليل البيولوجية، وفرع التحاليل الكيميائية. فاللاعب يكون في عنده نفس قضية يقدر يحلها جريمة، فهو عليه أنه يبحث عن هاي الأدلة المادية، يحولها حق اللاعب المناسب حقها، وبعدين يفحصها باستخدام الأجهزة المناسبة. آخر شيء بتكون عنده نتائج، هاي النتائج بيحللها وصولا حق المشتبه أو الجاني الحقيقي. فبهاي الطريقة بينوفر فهم كامل حق التدريب المختبر الجنائي. والفئة هاي والبرنامج هذا يهدف لتعزيز ثقافة الابتكار وتقديم خدمات إدارية أفضل. كذلك تتيح منصة القيادة العامة لشرطة الشارقة لزوار المعرض التعرف إلى جانب من توظيف التقنية الذكية في تحليل المعطيات الأمنية ورسم سيناريوهات الجرائم والتنبؤ بأحداث المستقبل وتداعياتها عبر برنامج استشراف المستقبل الذي يعرض للمرة الأولى على منصة شرطة الشارقة. ومن التطبيقات التي تقدم دعما مباشرا للعمل في مسرح الجريمة وتحليل معطياته، يتعرف زوار المنصة أيضا على تطبيق المختبر الذي تم تصميمه وتطويره بحيث يقدم دعما تقنيا
للخبراء والمختصين بمعاينة مسرح الجريمة وجمع الاستدلالات في مختلف أنواع الجرائم والحوادث والوقائع الأمنية. انزلنا اليوم الجناح الخاص في القيادة العامة لشرطة الشارجة ودهشنا صراحة المشاريع الابتكارية اللي هي مال التنبؤ الذكي ما شاء الله، وكانوا وعندهم نتائج كبيرة وعرضوا لنا نتائج وشكرهم بعد على الساعة. هو عندهم طبعا مشروع ابتكاري لأصحاب الهمم وللصغار وللمرضى، أنه عبارة عن جهاز ساعة تليفون ساعة في اليد، في حال نزع الساعة يعطي مربوطة في غرفة العمليات الرئيسية، وطبعا هذا يساعدنا في سرعة الاستجابة طبعا في حالات الطارئة، طبعا سد الثغرات يعني الأمنية. حقيقة نبغي نشكر الإخوان في القيادة العامة لشرطة الشارجة لتسخيرهم التكنولوجيا في خدمة القضايا الأمنية. استعرضوا الإخوان نظام التحليل الأمني الذكي، وهذا النظام بشكل عام كامل يسخر التقنية في خدمة القضايا القلقة أو القضايا المؤثرة في أمن وأمان إمارة الشارجة وبشكل عام دولة الإمارات. وكذلك استعرضوا الإخوان الساعة الذكية، هذه الساعة تسهل عملية متابعة الأشخاص سواء كانوا الأطفال أو كبار السن وتتبع حركتهم إذا خرجوا في نطاق يمكن يسبب لهم خطر. ونشكرهم الإخوان على تقديم العرض الطيب هذا، والله يوفقهم في خدمة الوطن. أكيد التقنيات الحديثة يعني دائما مش بس تساعد على يعني تطوير الخدمات، ولكن أيضا تسهل عمل المراجع، تسهل عمل الموظف نفسه، تسرع العملية، تأتي بمعلومات يمكن أكثر من يعني اللي موجودة عنده في نفس اللحظة، حتى مسألة البحث يعني عن شيء معين وسط كومة من الأشياء. مثل على سبيل المثال يعني عندنا برنامج يكتشف الشخص من وجهه مثلا ويستطيع أن يبحث عن الأخبار التابعة له. فيعني معرض كبير وفيه العديد من التقنيات المتطورة، يعني إن شاء الله تكون تقنيات مفيدة للجميع. نحن دائما يعني طموحنا أن تكون مشاركتنا إيجابية ويكون نبرز دور قيادة وتطورها في جوانب التقنية علاوة على تطورها في الجوانب الحمد لله الأمنية والإدارية. أتمنى إن شاء الله أن تحوز مشاركتنا على رضا ويعني استحسان كافة، وأن دائما نكون إن شاء الله الشرطة السابقة سباقة لجوانبها، وإن شاء الله إحنا عندنا طموح نكون من أفضل القيادات الشرطية في الجوانب بإذن الله تعالى. في موازاة حركة التطور الاجتماعي والاقتصادي التي يشهدها مجتمعنا في كافة المجالات، تسعى أجهزة الشرطة إلى تطوير وتوسيع خدماتها كي تلبي حاجة المجتمع وقطاعاته المختلفة، مستفيدة من كافة المعطيات العلمية والتقنية التي تعين على ذلك.
في هذا الإطار كانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة مسرحاً للعديد من خطوات التحديث والتطوير التي عكست هذا التوجه على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة. نتابع ذلك عبر التقرير التالي. إن حركة النمو والتطوير المستمر التي يشهدها مجتمعنا والتي تتسارع خطواتها في كل مجال من المجالات تنعكس بمتغيراتها الإيجابية على واقع وحياة أفراد المجتمع ومكوناته المختلفة، حيث تتسع مطالب المجتمع وحاجاته تبعاً لهذه المتغيرات، ومن ذلك مطالب المجتمع الأمنية حيث تزداد يوماً بعد يوم حاجة أفراده ومؤسساته وقطاعاته المختلفة للخدمات الشرطية والأمنية التي تحرص المؤسسة الشرطية بدورها على توفيرها وجعلها في متناول كل فرد والوصول بها إلى كل موقع، سواء من خلال وسائلها التقليدية أو من خلال مواكبة التطور والاستفادة من كل المعطيات التقنية والعلمية ومخرجات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تطوير وتيسير خدماتها وتعزيز قدرتها في كل مجال من مجالات العمل الشرطي. طبعا احنا من التحديات اللي احنا نمثلها، طبعا اوقات الذروه تكون بعض الاحيان من في حركه السير في مرحله الشارقه، تحديات اللغات اللي موجوده عندنا في الدوله، فوق ال 220 جنسيه موجودين في دوله الامارات بلغاتهم، فايضا هذا تشكل لنا يعني تحدي، لكن حفظ من رب العالمين. يعني في تذليل للعقبات هذه، في عندنا دورات خاصة في عملية زيادة أنواع اللغات لغرفة العمليات، أيضا إقدام الخطوط المناسبة للبلاغ المناسب، وأيضا احنا شغالين في حملات إعلامية للجمهور. احنا نعطي مثلا دور 3 ساعات إنه هاتف طواري فقط، يعني عندك بلاغ طارئ فقط تتصل على 3 ساعات، أما إذا كان عندك استفسار، شكوى، اقتراح، بلاغ غير طاري، فتتوجه على 901 أو 901 المركز الاتصال، وإذا كان عندك حادث بسيط تحول إلى شركة رافد اللي هو 800 رافد. فبالتالي الجمهور يعني كل ما اختار الرقم الصحيح فبالتالي هو بيحصل الخدمة المناسبة. اتصالك لأي مركز خلاف الخدمة بالتالي بيصير عندك تأخير، أنك أنت بيرجون يحولونك على مركز الاتصال اللي هو يقدم خدمة متعلقة بنوع استفسارك أو بلاغك. ولأنها إحدى أهم واجهات العمل الشرطي التي تتصل اتصالا مباشرا بأفراد الجمهور وتلبي مطالبهم وحاجاتهم وتتلقى شكاواهم وبلاغاتهم وتستجيب لنداءاتهم، فقد كانت غرفة العمليات المركزية للقيادة العامة لشرطة الشارقة محوراً للعديد من خطط التطوير والتجديد والتحديث التي اكتملت خلال الأسابيع الماضية بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والشكاوى والتواصل بفاعلية مع الجمهور على مدار الساعة، مما سعينا إلى الوقوف عليه عبر التقرير التالي. والله احنا اول شيء نرحب بكل اتصال يردنا غرفة العمليات، واحنا موجودين لخدمة الجمهور على مدار ال 24 ساعة، كان على هاتف الطوارئ 3 ساعات او على مركز الاتصال 901، فاحنا موجودين على مدار الساعة لخدمة الجمهور. اللي احنا نحب يعني ان الجمهور يعني يشاركنا في عملية الاستجابة وعملية نقدم لهم افضل خدمات، انهم يعرفون ان ال3 ساعات للبلاغات الطارئه فقط، والبلاغات الغير طارئه والاستفسارات والملاحظات موجوده على مركز الاتصال، وفيها طبعا سهوله في التعامل مع مركز الاتصال 901. اما بالنسبه للمركز الاتصال الثالث اللي هو بالشراكه ايضا مع شركه رافد اللي هو رقم 800 رافد، هذا للحوادث البسيطه، فاحنا ندعو الجمهور انه يعني يميز ما بين التعامل مع 3 مراكز اتصال لتقديم افضل خدمه. ما عملنا ال3 مراكز اتصال الا بالفعل ان احنا نبي نرقى في موضوع خدماتنا وموضوع تقديم افضل خدمه كانت للجمهور في جميع المجالات اللي احنا ذكرناها، من عمليه
استجابة للبلاغات أو تقديم خدمات مميزة يرجع مردودها لعملية رفع الشعور بالأمان وأيضا خفض الوفيات على الطرق، بالإضافة إلى الاعتمادية على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية. وقائع، اعترافات، دروس للعبرة. قضية مخدرات يعني شيء مالي فيه، أنا أصحاب رفاق السوق مشيت وياهم في درب ضياع، فدخلت في المخدرات وضيعت نفسي، ضيعت دوامي، ضيعت بيتي وضيعت أهلي. ما كنت أدري إنه تمام بيطلع خالي، فهي المخدرات ضيعتني. شو استفدت منها؟ والله الصراحة ما استفدت شيء، بالعكس خسرت كل شيء في حياتي من ناحية وظيفتي وبيتي وزوجتي وعيالي. بالعكس يعني للأسف إن ضاع مستقبلي كله من وراء المخدرات. وهو يعني كان أول شيء رفاق السوق وحب الفضول مجاملة، فدخلت في المخدرات بداية تعاطي، شوي شوي تعرفت على أنواع المخدرات، تعرفت على المروجين، بديت أتاجر شوي شوي خطوة خطوة، ولكن كانت نهايتها يعني السجن. أنا مسكت على القضية في نفس الليلة اللي مسكت فيها، الله رزقني مولود. في اللحظة اللي أنا رايح فيها السجن يعني الله وهبني ورزقني مولود، ما كانت لي فرصة أني أشوفه، وضيعت نفسي وضيعت بيتي، خسرت أغلى ما عندي. يعني كان الخبر يعني كانت كارثة، صدمة في البيت، كيف مخدرات؟ كيف الولد؟ وين أبوي؟ من هو الصدمة طاح، ما قدر يستحمل، نقلوه بسيارة إسعاف على المستشفى. أمي انصدمت، زوجتي في المستشفى، مولود جايني، يعني كانت كارثة بالنسبة لهم. كيف يعني الولد مخدرات؟ شو اللي حصل؟ من متى وشو اللي صار بالدنيا؟ يعني كانت لي هذه صدمة ما كنت يعني متوقع عنها. الوقت اللي مسكت فيه حسيت انه هاي يعني نهايتي بتكون خلاص، من اول ما شفت بوابة السجن فقدت كل شيء، كل أمالي فقدتها. وأنا اليوم الحين في السجن، ولكن يعني الحمد لله ما كنت أتوقع إنه كان في أمل بالله. يعني رجعت لوازع الديني للروحانيات، يعني عقب ما الحكم علي حكم المؤبد طبعا خسرت بيتي وخسرت كل شيء، فقلت خلاص يعني انا ضايع ماشي امل. يعني لو طلعت لا مجتمع يبغيني ولا اهلي يبغوني، انا ضايع خلاص، يعني بتم في السجن لين ما يعني اطلع مني، انا ضايع خربان. يعني اثر شيء على اهلك؟ صراحة وايد اثر، يعني زوجتي طلبت الطلاق، عيالي تشتتوا، فقدوا حنان الأبو، وأبوي الريال العود المسكين اللي كان يعني ما قدر يتحمل الخبر، عاش مصدوم طول حياته. أمي اللي تجيني زيارة يعني
حسيتها من أول نظرة لي أنها فاقدة الأمل. كيف الولد دخل في المخدرات؟ صوت يعني ضجة في العائلة. كيف ولدنا في المخدرات ومن متى وتجارة؟ شو اللي حصل يعني كيف؟ هالشيء وايد يعني أثر في العائلة. ما قدروا يعني يستوعبون الخبر. مو مصدقين. لا مستحيل قالوا. ولكن ما في شيء مستحيل خلاص القانون خذ مجراه. تأكد هذا الشيء إني أنا أتاجر مخدرات. ما في شيء مستحيل. أنا غلطان. لازم تتقبلون الواقع. ولكن هم مصدومين. ما في أم تتقبل يعني ما يدري الشيء بالها ولدي تاجر مخدرات. مستحيل تقول يعني مش راضين لين الحين مش راضين متقبلون الفكرة هذه. في البداية هالشيء مثل ما قلت لك كان عندي حب الفضول والتجربة. ولكن هي التجربة هي بداية النهاية. هذه الخطوة الأولى اللي خلاص هاي أنت بديت في النهاية رسمت خريطة حياتك نهايتك كاملة. فأنا والله أنصح كل من يسمعنا المخدرات والله كارثة يا جماعة. مخدرات دمار ضياع بيوت. يعني ما أنصح حد يفكر بهذه الفكرة أبدا. لا من حب المجاملة ولا الفضول. يعني المخدرات كارثة والله يا جماعة ابتلاء وكارثة. ديروا بالكم عن أنفسكم وعلى عيالكم. شيء مهم إن البيت يكون له رقابة على الصغارية. المدرسة تكون لها رقابة. لا تستهينون بهذا الموضوع لأن هذه قضية عالمية خطيرة جدا جدا وضياع مستقبل يا جماعة. والله الحقيقة كنت إنسان مستهين وطايش. أنا أبوي وحليلة كان يعني ينصحني أبوي دير بالك على نفسك لا تمشي يا الشباب فوق السوق الله الله بعمرك. وأنا يعني أدخل مني وأطلع مني. هذا شيبه ما عنده سالفه يتكلم وايد. امي تقول يا امي وين يصير اخر ليل؟ لا تطلع قاعد في البيت. اقول هاي العيوز بعد ما عنده سالفه خرفت. يعني في البدايه ابد ما فكرت فيهم. ولكن انا صدق متحسف قدش على راسي. على كل وقت وكل دقيقه ضيعتها وياها من عيلس. مشاهدينا الأعزاء إلى هنا نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الشرطي. حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل لكم منا أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.